ماشي ان يحيا حياه بدون مشاكل، والا فقد يكون كنتكلموا في غير الواقع. موجودون في الارض لنكابد، ها، لنكدح، لتعترض على المشاكل، لكن هذه كلها هي جزء. مدرب مدربين، خبير في هندسه التكوين، مستشار في مجال التنميه البشريه وتطوير المهارات. حضوري اليوم في اطار تطوير لقاء تكوين حول فن التواصل مع الذات ومع الاخرين. طبعا الهدف من هذا العرض هو ان يخرج المشارك وقد تعرف على مقومات ومهارات التواصل الفعال، بما يمكنه من ان يحسن التواصل في حياته بابعادها المختلفه. ولان حياه الموظف هي تواصل بامتياز، فالغرض هو الانتقال به من التواصل بالعادة إلى أن يتواصل بمهارة. سلسلة ندوات وحلقات تكوينية لفائدة المستفيدين ليقوم إلى واحد المستوى إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الزيتوني الفكاك، رئيس مصلحة تنشيط الثقافي في مقاطعة عين شق. كنرحب بكم أولا، وثانيا في إطار التواصل مع الموظفين مقاطعة عين الشق، مجلس مقاطعة عين الشق ارتاء باش ينظم واحد الدورات تكوينية وندوات تهم الموظفين ومساعدتهم للخروج من روتينية العمل، وبالتالي من تطوير العطاءات ديالهم داخل الإدارة العمومية باش يبقى إلى مستوى اللي كيطمح ليه الجميع. وفي هذا الاطار اليوم كنظموا ندوه ديال فن التواصل مع الذات ومع الاخرين، يقدمها الاستاذ حسن زفاري، مدرب مدربين وخبير في الهندسه في هندسه التكوين. هذا العرض كله كيهتم بالعنصر البشري والتطوير ديالو، طريقه التعامل، طريقه التواصل. كتعرفوا بان المغرب يخطو خطوات ثابته التعامل وفي الاداره، ولات الاداره الالكترونيه، ولا الناس على اعصابهم، بمعنى ان خصك تلبي طلب اقرب وقت وبسهوله وهذه الطريقه ما يمكنش تتهلك الا بواحد واحد مجهود جبار ذاتي. ومن في هذا الاطار حنا كنحاولوا نساعدوا الموظفين باش يوصلوا لواحد المستوى كبير في التعامل. من ضمن هذه الندوه كاين ندوات اخرى ان شاء الله. حول نفسك على التحكم في ذاتك، هذه النقطه كلها نشوفها ان شاء الله بالتفصيل. محمد بوسريف، مدير مصالح مقاطعه سيد الشق. كيف ما كتشوفوا اليوم كاينه واحد حلقه تكوينيه، العنوان ديالها فن التواصل مع التراث الاخرين، من تلبيه من الاستاذ حسن الجعفري اللي هو خبير في الهندسه التكوينيه. وهذه الحلقه التكوينيه هي واحد المسلسل ديال حلقات تكوينيات سابقه. كما كتعرفوا ان المجلس ديال مقاطعه عين الشق رئاسه السيد عبد الملك بوحيدي رئيس المجلس، في هذا الاطار ديال الخطاب الملكي اللي كيتحدث على الرقي بالمستوى الاداري وباش الاداره تكون في خدمه ديال المواطن، خاص الموارد البشريه داخل المقاطعه انها تكون يكون عندها تكوين باش نرفعوا. الا كان الموظف ملم بالجوانب القانونيه، وهذا بطبيعه الحال ان الخدمه مع الساكنه غتكون خدمه جيده. كما كتعرفوا كانت اليوم كانت القضيه ديال فن التواصل، وما ادراك ما التواصل، لان المواطن الان خصو واحد التواصل يكون جيد، خصو ديك الكلمه الطيبه، لان حسن الاستقبال وحسن التواصل هو اللي كيخلي المواطن مرتاح. او قبل ما نسديو ليه الخدمه، اولا نعرفوا كيفاش نتواصلوا معه، وهذا هو الهدف
من هاد اليوم اللي كان العنوان ديالو في التواصل، لانه كان بالاهميه بالمكان. الان ما بقاش الوقت ديال ان الادارات يكون فيها تقاعس، الان كاين رقمنه ديال الاداره، كاينين المنصات الرقميه على مستوى التعمير، على مستوى الرخص التجاريه، على الريكلاماسيون الشكايات والتظلمات، على مستوى حتى لا جيستيون دي كوري اليومي راه ولا حتى هو داخل في الاطار ديال لي بلاتفورم. الان خصنا باش نهضوا البلاد ديالنا خاص ونكونوا عند حسن ظن الجميع وعلى راسهم اعلى سلطه في البلاد اللي هو جلاله الملك الله ينصرو، هو اننا خصنا نكونوا في على مستوى الحدث. الان خصنا نكونوا كنتواصلوا خاص الخدمه تكون سريعه، كيجيو فترات الان كيجيو المهاجرين خصنا نكونوا قد المسؤوليه معاهم. كتعرف المهاجر عنده غير واحد الوقت ضيق، خاصك تكون كتسديني الخدمات صحيح ان تكون في اطارها القانوني، ولكن خصنا نتواصلوا، خصنا نعرفوا كيفاش نمشيو باش نعطيو واحد الصوره ايجابيه، واحد الصوره جيده، لا على مستوى البلد او على مستوى البلدان المجاوره. وشكرا.